صالح سليم كان ميزته الصدق مع نفسه ومع الغير. يعني لما كان بيتعامل معانا كلاعيبة كلنا كان هو بيعرف مين الصادق ومين اللي بيكذب. يعني كان يحبك يا ما يكلمكش، ما فيش عنده نص نص. يعني يحكم كده، يا ده كويس يا ده وحش. نص نص دي ما كانش يعرفها الحقيقة، وده يمكن من أسباب نجاحه بعد كده في الناحية الإدارية وتكوين شخصيته. كانت كده يعني، كان جد وفي صرامة في وقت اللزوم يعني. فدي كانت من أهم حاجة عنده، الصدق. ما كذبش ولا يحب كذاب ولا يتعامل مع كذاب. دي حاجة لمسناها، وأنا شخصيا يعني على قد معرفتي فهمته أو عرفت إن الراجل ده بيقدر يخلي مين جنبه ومين ما بقاش جنبه بسهولة كده. كان صالح كمان، أنت في كان طارق، كان يعني كان معانا يمكن في المرحلة سننا زي بعض، أو مرحلة الثانوية كنا مع بعض في مراحل الثانوية. كان هو سعدية ثانوية، أنا بورسعيد ثانوية. فأنا زي ما بقول لك يعني أهم ميزة دي كان فيه إن هو كان صادق. لما بيتكلم على حاجة يقول لك هي تلاقي هي بالظبط، ما يعرفش ياسل، مش متلون يعني، خد بالك. دي كانت يمكن ما حدش يحبها أو حد يكره الشخصية اللي هي إيه، إنك أنت تبقى صريح زيادة عن اللزوم، وأنا يعني أعرف فيك حاجة مش كويسة بتجنبك. هو كان من النوع ده، لما يعرف حاجة في أي حد يعني ده كذا بتاع ما كانش يتكلم معاه، ما تلاقيش يقعد معاه. فكان هو بصراحة في وضوح، وفي يعني عشان تبقى جنبه تبقى أنت قريب منه في الحتة دي. دي كانت أهم حاجة ميزة عنده. هو كان عنده القيادة في شخصيته، كان عنده كاريزما يعني في حتة القيادة. يعني تبص له ولما بيقول كلمة ما يرجعش فيها، يعني هو الكاريزما بتاعته في شخصيته دي كانت واضحة. الوضوح، ما يعرفش يخبي حاجة، أو أي حاجة ممكن يكتشفها في حد يقول لك كذا، مش هيقول لك، مش هيتجنبك، مش هيكلمك. فهو دي كان فيه ميزة، وضوح وصريح زي ده على اللزوم. الجمع اللي بيكون صالح سليم مع كابتن حلمي أبو المعاطي، وأنا أصغر منهم ما أقدرش أنا أهزر معهم، لكن هم لما كانوا يهزروا مع بعض فممكن يعني الواحد يبعد على كرسي يقع من الضحك من على الكرسي، لأن هم يعني كان في تقارب في السن وفي صداقة. لكن أنا شخصيا ما أقدرش أهزر مع ده ولا ده، إنما يعني كنت الاثنين كانوا يحبوني، ولو مش موجود أسأله على عبده، حتى لو أنا موجود فوق مثلا في الأوضة ولا بتاع يبعتولي وجاء. كان حب إله يعني كده، وتقرب إله يعني. الحقيقة يعني في أي معسكر برضو يقول لك تعلم ببقى معاه. فدي حاجة أنا ما فرضتهاش، لكن هو اللي خلى هو اللي عملها يعني، اللي خلاني أحبه أكتر دايما. هو يعني أي معسكر متواجد فيه عبد السليم من هنا أنا ما أقدرش، لازم تحبه. وحتى احنا كنا
بطلنا كوره في سنوات هجره، كنت دايما كنت اروح النادي الاهلي، كان هو ماسك مدير كوره ايامها، وفؤاد شعبان الله يرحمه كان زميلي وصديقي، كان مدرب في الجهاز، فكان هو مدير كوره، كنت اروح احط اجيب لي كرسي اقعد جنبه يقعد احكي له، يكلمني يعني، يكلمني عن النادي الاهلي، يكلمني على المشاريع اللي عاوز اعملها و و و و فكان انسان يعني ودود للي قرب منه. انما انت لما تكون بعيد ممكن تقول شخصية صارمة، لان كان ما يكلمش اي حد، وهو كان صارمة في الحق. الملعب ده كان اسمه اتحاد السويس، اتحاد السويس ده اللي احنا لعبنا، اللي انا لعبت له من سنة 57، وده الملعب اللي لعب عليه كابتن صالح والنادي الاهلي طبعا. بس كان في ذكرى ان عبود باشا رحمة الله عليه، عبود باشا كان رئيس النادي الاهلي، وجاء ماتش، الماتش اللي هو كانت سنة 58 اذكر او 59، وكان صالح طبعا وعبد الوهاب وطارق والفناجيل، وكان الدزو مع الاهلي، وكان عبد الجليل كان الجول. الماتش ده كان يوم تقدر طول عيد، ابو الباشا لما بيجي في مكان زي ده حاجه يعني، ابو الباشا يعني كان يعني من الناس كبراء مصر يعني، وتاريخ الحقيقه يعني، تاريخ راجل صناعه وادى مصر كتير يعني. فكان الملعب ده حجمه ماتشات كوره من اجمل ما يمكن. ما كانش للاسف كان فيه تسجيل تلفزيوني ولا بتاع يعني، كان ماتشات كوره لو مسجله كنت تحب تتفرج عليها لغايه دلوقتي. هو كان صالح كان اليوم ده كان موجود، وعبد الوهاب كان موجود، وطارق كان موجود، وحتى يوم ما احنا عملنا ماتش كويس، انما خسرنا نتيجه 2-1 يعني. انما كان النادي الاهلي حاجه طول عمر النادي الاهلي يعني، وانا المتشكر. وطبعا انا كنت اتمنى ان اكون يعني مستقبلكم اول واحد في السويس، وانتم شرفتونا، وقناه الاهلي قناه اللي بعتز بها لانها تحمل اسم اكبر نادي في مصر. Thank you.